اليوم نحكيه برشا على العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفما تخوف كبير من العائلة الفلاحية التونسية ومن التوانسة الكل بصفة عامة. نسمعوا اللي فما برشا مشاكل وكيفاش باش نوصلوا نتنافسوا الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي. يظهر لي أول حاجة يلزم نعرفوا احنا كتوانسة وين نحبوا نوصلوا بالفلاحة متاعنا، واش نجموا نعملوا في ظل التقلبات المناخية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي متاعنا. دونك أول حاجة يلزم نعرفوا وين ماشيين بفلاحتنا بالموارد، بالمشاكل اللي عندنا حول الموارد الطبيعية وحول القطاع الفلاحي التونسي. ومن بعد لازم نعرفوه اللي العلاقات التجاريه مع الاتحاد الاوروبي هو حلقه من السياسه الفلاحيه اللي نحبوا نبنيوها لتونس المستقبليه. هذاك هو الهدف الرئيسي متاعنا، على خاطر اليوم ما عادش نجموا نستغلوا في الموارد الطبيعيه كما نحبوا، على خاطر نعرفوا اللي القطاع الفلاحي يستغل برشا ماء وغدوه لازم فما زاد المستهلك التونسي اش باش يشرب. دونك فما منافسه ديجا على المستوى الوطني ما بين القطاع الفلاحي والاستهلاك نتاع المواطن التونسي. دونك الحاجات هذوما ما هي الفلاحه اللي نجموا نبنيوها للمستقبل نتاع بلادنا، ما هما العلاقات التجاريه اللي نجموا نبنيوها مع الاتحاد الاوروبي، ويظهر لي هذاك اهم شيء للمستقبل نتاع بلادنا.